القصة كان ليها دور تأثيري كبير جدا في أي مجتمعات. فأنت مثلا لو قاعد مع مجموعة من أصحابك وبدأت تحكي موقف ليك بشكل قصصي، الموضوع ده هيخلي كل أصحابك يلتفتوا حواليك كده ويحبوا يسمعوا أنت بتقول إيه. ده اللي انتبهته الكنيسة وفعلا بدأت تعمله. مع صاحب الحكاوي كرولوس كمال. كنيسة منذ القرون الأولى كانت بتصلي قداس كل يوم حد، اللي هو سر الإفخارستية، ومع الوقت بدأت تصلي سبت وحد. لكن كان في قداسات استثنائية بتحصل في أيام الأسبوع، وهي قداسات مخصوص لأعياد القديسين. فالمسيحيين الأوائل كانوا بيحبوا القديسين والشهداء جدا، وكانوا دايما يروحوا على القبور بتاعتهم وكانوا يصلوا هناك قداسات، وكمان كانوا عاملين جدول قراءات مخصوص لأعياد القديسين. وظهر عندنا حتى الأيام دي الكتمارس الدوار اللي مرتبط أصلا بأعياد القديسين. فالقديسين وحياتهم حياة مهمة جدا، جيل انظروا إلى نهاية حياتهم فتمثلوا بإيمانهم. فموضوع ان احنا نذكر حياة القديسين ده موضوع مهم جدا ومن زمان جدا. هنلاقي كمان في الكنيسة القبطية ان البابا يوليانوس البطرك ال11 كان دايما بيكتب ميامر عن سير الاباء البطارقة اللي قبله، عشان تخليدا ليهم المؤمنين ينتفعوا بالكلام ده. كمان هنلاقي انبا يؤنس اسقف البرولوس في القرن السابع كتب ميمر عن سيرة القديسة الشهيدة دميانا. كمان هنلاقي بعد كده الانبا ميخائيل اسقف اتريب كان بدأ يكتب سير القديسين. نسينا حد مهم، خلي بالكم، سمع حد من ورا الكاميرا بيقول لي نسيت القديس يوليوس الاقفاخسي. القديس يوليوس الاقفاخسي كان بيجمع سير القديسين، ويعتبر هو اشهر واحد في الكنيسة كان بيجمع سير الشهداء ويكتبها ويرسل مع اجساد الشهداء السيرة بتاعتهم. كل ده ليه؟ كل ده عشان الكنيسة تنتفع ببركة سير القديسين دول. خلي بالكم كمان في مصر كانوا بيحبوا القديسين والشهداء، وعملوا لهم كده ان هم كانوا بيذكروا سيرتهم بطريقة المديح او بالطريقة المرتلة. وظهر عندنا في الكنيسة فكرة الدفنار. فالدفنار ظهر في الكنيسة، ده زي السنكسار بالظبط، بس حكي سيرة القديسين والشهداء بطريقة ملحنة. نيجي بعد كده للأنبا ميخائيل أسقف أتريب اللي بدأ يكتب ويجمع سير القديسين والشهداء. كده الأنبا بطرس الجميل أسقف مليك اللي بدأ يجمع سير القديسين والشهداء بعد الأنبا ميخائيل. وأنا الأنبا بطرس أسقف مليك عملت لكم حلقة عنه مخصوص هنا في حكاوي إبتدائية. كمان لو بصينا في المجتمع الرهباني هلاقي إن الآباء كانوا بيهتموا بكتابة سير القديسين. بابا أثناسيوس كتب سيرة القديس الأنبا أنطونيوس وانتشرت جدا في أوروبا، وكان ليها مدلول كبير جدا وواسع جدا. كمان هلاقي الأنبا أنطونيوس نفسه كتب سيرة الأنبا بولا أول السواح عشان ينفع الرهبان. الأنبا ويلسر كتب سيرة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. ففكرة كتابة السيرة دي كانت موجودة في التقليد الكنسي، كانت موجودة في الكنيسة عشان الأجيال تتعلم من سيرة الآباء ومن سيرة العظماء. ومهم جدا اللي احنا نهتم بالتاريخ ده وندونه. عشان كده الكنيسة ارتبطت بسير القديسين، وضعت السنكسار بعد سفر أعمال الرسل إدادا لأعمال آباء الكنيسة اللي مازال مستمر في الكنيسة. بعد كده هنلاقي إن البابا كرولوس الخامس البطرك 112 كان ليه دور رهيب وعظيم جدا في نشر وطبع كتب الطقوس، وكمان من ضمنهم كان كتاب السنكسار اللي كلف القمص فلتاؤس المقاري ومعاه القس مخائيل المقاري بطباعه السنكسار سنه 1913. وبدات طباعه السنكسار تزداد، وفي الفتره الاخيره بعد نياحه البابا شنوده طبعوا كمان سنكسار. كان البابا شنوده قبل ما يتنيح اطلع عليه، وفتره القائم المقام طبعوا السنكسار وبداوا ينزلوه في الكنائس. وده يدل قد ايه ان الكنيسه مهتميه بكتاب السنكسار. حاليا كتاب السنكسار محتاج مراجعه اكتر وتنقيح اكتر عشان يكون مرجع تاريخي مهم لكل باحث وكل دارس في التاريخ. دي فكره عن كتاب السنكسار. كان المعروف ان الاباء زمان كان في عيد القديسين كانوا دايما بيذكروا سيرتهم عشان يتعلموا منهم. طقس وتقليد من زمان جدا، وحتى القراءات الكنسيه
كانت كمان مرتبطة بسيرة قديس اليوم، وضح قد ايه ان السنكسار كان له دور قوي ومهم في تاريخ الكنيسة. كده انا اتكلمت معاكم عن تاريخ القداس وتاريخ الالحان وتاريخ الاجبية وتاريخ القطمارس وكمان تاريخ السنكسار. فاضل لنا في الموسم ده تاريخ التسبحة. استنونا في حلقة جديدة من حكاوي قبطية مع صاحب الحكاوي كرولوس كمال.